رغم مرور أكثر من أسبوعين على المذبحة الإسرائيلية المستمرة في غزة، إلا أن ما يسمى بمحور المقاومة ما زال غائبا عن المعركة، اللهم إلا من بعض المفرقعات التي تطلقها ميليشيا حزب الله من جنوب لبنان، وكذلك بعض التصريحات التي تصدر عن المسؤولين في إيران. سيقول البعض: وهل فلسطين هي قضية إيران وحلفائها فقط؟ وسيتساءلون أيضا: ماذا عن الدول العربية والإسلامية الأخرى؟ لماذا لا تتحرك؟ سؤال محق من حيث المبدأ، لكن من يعرف تفاصيل المسألة وتعقيداتها يدرك أنه بمثابة كلمة حق أريد بها باطل. فالدول العربية بالإجمال تخلت وبشكل رسمي ومنذ عقود عن خيار السلاح والمواجهة العسكرية مع الاحتلال، ولم تعد ترفع شعار المقاومة، كما إنها لا تهتف بنداءات الموت لأمريكا ولإسرائيل. وبالتالي لا يفاجأ أحد أن هذه الدول لا تهدد ولا تتوعد، وأن تكتفي هذه الدول بالتصريحات والمناشدات لوقف القصف والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع وإدانة المجازر فهو المتوقع بطبيعة الحال. لكن هل كان هذا ما ينتظره الفلسطينيون من إيران وحزب الله وبقية قوى محور المقاومة والممانعة والتصدي؟ هل ضحت حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية بكل علاقاتها العربية والإسلامية كرم علاقاتها بإيران من أجل أن تحصل منها على هذه النتيجة اليوم؟ هل هذا كل ما يستطيع محور المقاومة فعله؟ الإدانات والتصريحات والتهديدات والمفرقعات؟ أم إنه لا يزال من المبكر مطالبة إيران وحلفائها من حزب الله والحوثيين والحشد الشيعي التحرك الآن؟ لكن إن أنتم لم تغضبوا لمثل هذه، فمتى سيغضب المحور؟ حتى يقتل 100,000 فلسطيني مثلا؟ أم بعد أن يقتحم الإسرائيليون قطاع غزة ويبيدوا فصائل المقاومة؟ أم حتى لا بهذه الحالة ولا بتلك، وطالما أن القوى الشيعية المرتبطة بإيران ليست في دائرة الضرب فلا يرد أي منها ولن تتدخل إيران؟ هل صدق الفلسطينيون والعرب حكاية المقاومة ووحدة الساحات وهذا الكلام؟ هل ربت طهران كل هذه القوى الشيعية في سوريا والعراق ولبنان واليمن لتضحي بها من أجل فلسطين أم من أجل مصالحها القومية هي؟ هل صرفت الأموال وقدمت التضحيات وخاضت الحروب وتعرضت للعقوبات وغزت الدول وأسقطت 5 بلدان عربية من أجل غزة أو حماس؟ هل صدقتم هذا الكلام بالفعل؟ لكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، وحتى لو كنا نظلم إيران ونتجنى عليها بهذه المقاربة، ولنفترض أن نظام الملالي لم يكن يكذب أو يستثمر أو يتاجر بشعارات المقاومة والقضية الفلسطينية وأنه كان صادقا بالفعل، فهل يستطيع والحال على ما هو عليه اليوم أن يفعل أي شيء؟ ألم تكن التهديدات الأمريكية والغربية واضحة صريحة أن كل من يفكر بالانخراط في المواجهة سيعرض نفسه لكل أنواع المخاطر؟ فمن الذي يجرؤ على مواجهة أمريكا وكل الغرب؟ هل تريدون من حكومة إيران أن تعرض بلادها للخراب؟ هل تطلبون من حزب الله أن يدمر لبنان أو ما تبقى من لبنان؟ أم إن المطلوب من الحوثي الإجهاز على اليمن في حرب جديدة لا يطيقها أصلاً؟ لكن ماذا لو أن المستهدف في هذه المعركة أو المحرقة إيران؟ ألم نكن لنرى حزب الله والحوثي والحشد بل وحتى حماس وكل القوى المرتبطة بالحرس الثوري تشعل الأرض والجو والبحر لأجل خاطر إيران؟ هل كنا سنسمع منهم كل هذه الحكمة؟ وهل كنا سنرى كل هذا الحرص؟ لماذا إذن عندما يتكلم غيرهم من القادة والمسؤولين العرب عن ضرورة تجنب المواجهة وعدم التورط في معارك لا قبل لدول وشعوب في المنطقة بها يصبحون خونة وبلا ناموس؟ أين ناموس محور المقاومة؟
وشرفه ونخوته إذن؟ أم إن هذا المحور هو بالفعل كما قال أحد شبيحة إيران العراقيين اليوم سيرد على مجازر غزة من اليمن بضرب السعودية؟ وهو ما سبق أن قاله أبو مهدي المهندس زعيم الحشد السابق عندما سأله أحد المقاتلين الإيرانيين متى سندمر إسرائيل سيدي؟ فأجابه يجب أن ندمر السعودية وليس إسرائيل يا أخي.